هاي اللي سحبوا بالبس. يطبون على هاي الشرطة، يحطوا على هاي الشرطة كبرى. اي هذا كمشه كمشه. لحقونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في برنامج صوتكم في قناة الرافدين. واللي يريد يشاركنا من داخل العراق من زاخو حتى الفاو يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين أسفل الشاشة. فأي شخص داخل العراق يقدر يتصل بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. أما اللي عايشين في دول المهجر وأيضا الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط يقدرون يتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين. فعدكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال. أما الرقم اللي راح يطلع هنا هسه هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال. اكو هوايه دا يعتبون يقول احنا دندز لكم ومدى تطلعونا، احنا دندق عليكم مدى تطلعونا، دندز فيديوهات مدى تطلعوها. اخي العزيز اختي العزيزه هذا الرقم فقط للرسائل، يعني دزوا رسالتكم، كتبوا رسالتكم اللي تردون تقروها. اتمنى تكون الرساله مطبوعه من مكانكم، مطبوعه بمكانكم واسمكم حتى نعرف الرساله منين جتنا ومن منو، ونقراها ان شاء الله في الدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. اما اذا عندكم فيديو فتقدرون تدزوه على نافذه انت ترى، نافذه انت ترى تقدرون تتابعون الشريط الابيض اللي باسفل الشاشه اللي دي يتحرك، تلقون رقمين تقدرون تاخذوها وتدزون اي فيديو عندكم إن شاء الله تنشر على شاشة الرافدين. أما من يتصل على هذا الرقم فاعذروني هذا الرقم غير مخصص للاتصال. الفيديو اللي شفتوه بعشارة البداية هذا مطاردة القوات الحكومية للمتظاهرين في محافظة النجف. لكن موضوعي مو هذا، موضوعي أكو تقرير، التقرير طلع من مفوضية حقوق الإنسان في العراق اللي كشف أرقام مأساوية، اللي كشف انه العراق ببلاوي. كشف هذا التقرير 5 ملايين يتيم، 5 ملايين يتيم يشكلون 5% من ايتام العالم كله. يعني بالعالم ايش قد؟ 192 193 دوله، من 193 دوله 5% منهم بس بالعراق. شقد عدد نسمات الأرض؟ 7 مليار وشوية، 8 مليار. من 100 مليون يتيم بالعالم 5 مليون بالعراق. الرقم كبير مو صغير، والرقم أبد مهين. ويقول أكو 8000 مفقود، دول أطفال. ويقول أكو أكثر من 1 مليون طفل يشتغل ويا في ترشي على عربانة بالإشارة بالقدية، تنظيف المنازل، بوي بمطعم، عمالة أطفال. هاي الأرقام اللي كشفتها المفوضية حقوق الإنسان بالعراق المتعلقة بالعام الحالي، هذا العام اللي باقي له 19 يوم ويخلص. هاي السنة اللي ما باقي لها أيام بس وهي في عدها التنازلي. هاي السنة بس كشفوا هذا الرقم 5 مليون يتيم. 5 مليون يتيم يعني 5 ملايين طفل لا أب ولا أم. 5 ملايين طفل فقدوا الشعور بالأمان بشكل أساسي، شعور أمان الأب والأم، المعيل، أمان الراعي، أمان الخيمة الكبيرة اللي تحميه من اللي يصير وياه بالدنيا. هو حاليا يتيم. أريد أسأل سؤال، احنا بال 2021 ليش الدولة ما تفكر في مساعدة الناس؟ احنا بال 2021 دولة 5 ملايين يتيم
شنو مستقبلهم؟ احنا بال 2021 وبعد كم يوم نطب ال 22، شنو مستقبلهم؟ شنو ضامت لهم الحياة؟ إذا هذا الواقع اللي دا نمشي به حاليا احنا، فالمستقبل لهم شنو؟ إضافة أنتم كعراقيين دا تشوفون الواقع بالعراق، شنو تتوقعون واقع الأطفال بالعراق؟ مرتاحين، عايشين طفولتهم كطفولة عادية، حالهم حال أي طفل أو طفلة موجودين بالعالم، عايشين الطفولة اللي هو طفل يفكر شلون يلبس، يأكل، يشرب، يشتري ملاعيب، يفكر شو وقت يجي العيد حتى يشتري هدوم، لا يفكر شلون يتونس، يفكرون مثلا بالمدرسة أنه شلون يتفوق بالمدرسة أو يدرس، أو جنطته شلون تكون شكلها، وباكر عقبه راح يبدي العام الدراسي، أهله راح يشتروا له جنطة ودفاتر وأقلام ومقلمات ومسطرة ومساحة، ويجلدوا له الدفاتر واسمه مكتوب عليها، ويروح يقعد على رحلة ومرتاح ويتعلم الأبجدية والرياضيات والأحياء والعلوم حتى يكمل 12 سنة دراسة، دا يدخل كلية، دا يدرس لأربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين حتى يتخرج، ومنهم من يكمل دراسات عليا ومنهم من يشتغل. يعني هذا واقع الطفولة اليوم، شلون تشوفوه؟ ومستقبلهم شلون؟ 5% من أيتام العالم بس موجودين يمنا. شوفوا العالم، هاي الكرة الأرضية، اشتروا لكم أي كرة أرضية هاي تنحط بالبيوت، وفروا شوفوا شقد بها يابسة، شقد بها دول، شقد بها أماكن. 5% من الأيتام بس يمنا، منو السبب؟ وليش ازدادت عندنا عداد الأيتام بالعراق وراء 2003؟ هاي كلها أسئلة أتمنى تجاوبوني عليها. والرقم 5 مليون تتوقعوه رقم عادي؟ لا همين أتمنى تجاوبوني عليه. والرقم اللي يقولكم مليون طفل يشتغلون، هذا الرقم عادي لو لا؟ زين، مليون طفل يشتغل وعندنا شباب خريجين بطالة، مليون طفل يشتغل والفيديو اللي شفتوه بشارة البداية ذول الخريجين اللي يردون يردون يتعينون، تلحقهم الشرطة وتضربهم. بدال ما تفكر الشرطة أو القوات الحكومية أو الميليشيات أو قوات الرد السريع أو مكافحة أي جهة أمنية، بدال ما تفكر تلحق خريجين، خلي تفكر تعين ذولة وتعين الأطفال إنه ما يشتغلون ويعيشون حياتهم طبيعية، إنه هو طفل اللي هو يقعد من النوم يأكل ويشرب ويروح للمدرسة يرجع للبيت وبس. ما مطلوب من الطفل أنه يشتغل. اليوم بالعراق الطفل ديعيل عائلة، ما مطلوب من الأطفال أنه يعيلون عائلاتهم. فأنا هاي الحالات اللي تصير كلها بالعراق، منو سببها؟ هل أنه سبب هاي الحالات اللي تصير بالعراق هو الاحتلال؟ هل أنه سبب الحالات اللي تصير بالعراق أنه مثلاً أكو هواية أمور، مثلاً دخول تنظيم إرهابي على الخط؟ هل مثلاً أنه سبب هاي الحالات هو الأحزاب والكتل السياسية؟ أم كل هاي الأشياء مجتمعة هي السبب؟ أتمنى تجاوبوني على هذا الشيء أيضاً. يعني من نقرأ التقارير اليوم يقول لم تتوقف الإحصائية الحقوقية عن حدود فقدان الأطفال لأبائهم، بل كشفت انخراط مليون طفل في سوق العمل بالنظر لحالة العوز التي تعاني منها العوائل الفقيرة. ليش اليوم عندنا فقر بالعراق؟ فقر إلى درجة أنه الآباء والأمهات اللي أو الأمهات اللي ما عندهم معيل، أو اللي فقدوا معيلهم، أو اللي تعوق معيلهم نتيجة ظرف معين ربي شافيهم، انجبروا أنه يشغلون أطفالهم حتى يقدرون يأكلون ويشربون. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسر. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله سمحت لي أخوي العزيز، أولا
أنا أقول لك السبب الرئيسي كذا اللي من عندي، السبب الرئيسي الشعب العراقي. ليش؟ سألتني والله ليش؟ يعني إلى متى يصبر على 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 هذا الوضع هذا الشعب؟ إلى متى؟ يعني شعب ساكت على شنو هو؟ يا أخي ما قبله ما قبله مو سحلوهم ملوك ورؤساء سحلوهم بالشوارع، يعني إلى متى احنا نظل صابرين؟ مو جاي نشوفهم يبوقون بينا ويقتلون بينا ويهجرون بينا؟ على شنو ساكتين؟ يعني شو تحرم من عجل مقاد الله يخليك؟ يعني هو اللي يقتلني ويجوعني ويظلمني ويذبني بالسجون، يعني أتأمل منه هذا خير؟ العيب بالشعب أستاذ أثل، الله يخليك، العيب بالشعب. يا شعب كافي، أصحى أصحى أصحى، لأن 18 سنة شديد بعد تصبر يا شعب، ما كافي ما كافي. وين إلى وين راح يودونا بعد؟ أكو شيء ما شوفونا؟ يا شو اللي ما شفنا؟ شفنا تهجير، شفنا سجون، شفنا قتل، شفنا جوع، شفنا أشكال. شو تريد تشوف يا شعب بعد؟ أنا من خلال منبرك أوجه رسالة إلى الشعب العراقي، أقول له يا شعب أصحى أصحى كافي عاد. وأنا أشكرك أخوي. شكرا شكرا لك أبو عراق. فريد من صلاح الدين، حياك الله يا فريد. يا أخوي العزيز حياك الله. أخوي أنا عندي أخوتي اثنين مفقودين، محمد ومهند. نعم. إيه يعني محمد والله من الغنم أخذوه. لا من شو وقت مفقود محمد؟ من بداية التحرير. زين، يعني 2014 تقصد؟ إيه. زين. اي ومهند هم انا عنده من اللي عنده معامله ما سياره قاعد ياخذهم، يعني لا لازم ولا ضمير اخذوهم هيك. نعم. اي يعني نطالب بيهم ماكو، لا ما حد يعطيك مشكله عليهم، ليش ما يصير هذا الشيء؟ نعم. اي ما يصير هيك. انا نعم. ايه نعم. ايه يا اخوي ما خلاني ما ادري، يعني اي مكان يا تجين يا زين. انت قلت لي محمد مفقود من بدايه التحرير، ما سالته عليه منو اللي اخذه؟ والله اخذه صراع السلام. يعني بما انك تعرف الجهه اللي اخذت اخوك ما سالتهم؟ نسالهم يقول لك ماكو ما حد احنا لا اخذنا ولا. نعم. اي يقول احنا سلمناها للحكومه وما ما عندنا شغله بعد بيها. نعم نعم. اي ومهند ما سالته عليه وين راح؟ والله هني انا سالنا علي ما هم يقولون لنا احنا ما عنده شيء هو يطلع. نعم. ايه ان شاء الله يسمعوك ويجاوبوك على قضية اخوانك يا ربي ويردوكم سالمين، محمد ومهند. طبعا بالتأكيد الأخ فريد لا راح يصدق، ولا الأخوة المشاهدين ولا العراقيين راح يصدقون انه اللي ما عنده شيء راح يطلع، لانه هواية حالات أبرياء موجودة داخل السجون والعالم يعرفوها والعراقيين يعرفوها، ومنها من يعني مثلا آخر واحدة ظهرت للساعة اللي تسلط الإعلام الضوء عليها، اللي هي قضية الرجل اللي اتهم في قتل زوجته وزوجته عائشة في كربلاء. أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. شلونك؟ مشتاقين. شوفتك. حياك الله أخوي العزيز. الله يخليك، رحم الله وديك، الله يخلي هاي الإذاعة. حياك الله أخوي. والكادر فيها مات، يسلمك ربي. أقول لك هو أنا قد أسوي فيك، أنت تقول على أساس يعني الأيتام هواي، مو صحيح؟ نعم. الأيتام السبب
الفساد الإداري. السبب سبايكر المالك هاي الوادم راحت الذبحها. السبب المظاهرين الناشطين، يعني ذولا ما تابعين لا إيران ولا هاي، يعني اللي داخل العراق ها الوطنيين نقول يعني عرفت أتآمرت عليهم إيران والميليشيات. زين هسه شوف النساء هواي عرفت يعني ترى شايف هسه بالعراق بالناصرية ببغداد المقادية يعني تقدي. زين يعني ماكو يعني الفقر يعني هذا البلد الغني لو ما بي نبط أحسن، لو ما بي نبط أقلها ماكو أقلها واحد زين يطلع من العراق يسافر. هاي واحدة مسألة تسوى الكاظم يقول أنا أد حاسب اليوم هو قاش ما عندك قال أنا أد حاسب ها الميليشيات قال أنا إذا حاسب ماكو عمي المظاهرين ويا الشعب كله ويا ها الله وكيلك يعني بس حكي يعني هو هسه هو ذاك اليوم هددوه. زين المخابرات الإيرانية تفتر بالعراق عرفت تفتر ويجسسون عرفت يعني بالنجف ها بالمقدسات. الله وكيلك ذاك اليوم قال مشيت الكربلة يعني يم الإمام الفساد بالفنادق الصف الإمام يعني هاي أرض على أساس مقدسة وبيها مخدرات. أنت شايف لك أرض مقدسة بيها مخدرات ودعارة يعني هاي شاوين بوي هذول اللي حاطين عمايم ويقرع الحسين وما أدري شنو وقال هيك الحسين عمي الحسين من سوى السيف هذا علما للكافرين والحسين ما يفرق. الحسين هو عم جميع الزلاجات خربوا يعني حاطين هاي القبة ستنشني يعني يبوقون بيها هاي القبة وشاف المتع يعني المتع يم الإمام المتع هاي ماكو يعني يقول لك المتع حلال ثواب. زين هاي العشائر القامت من الناصرية هذا عقالة وحافة مقوار ويضرب بالبكيسي حتى عقالة وقع. شوف الفضيحة الفضيحة عقالة واحد قبل ها زين انت من تضرب عليها من ضم السلاح ضم الفشك هذا يفيدك يعني انت تتباهون على اساس هذا يعني المعقب طاق ما طاق ها اي من انت لابيك حير انت لابيك حظ ماكو ضم ذن الفشني ضمن للعود زين الشيلات اخويا والمخدرات الله وكيلك اطمون اطمون منتشرة المخدرات ما تقدر عليها الدولة لو ابو الوزراء ما يقدر عليها المخدرات الله وكيلك السعلة من نحكي نقول على شوف ذاك النظام قالوا هذا من ضم البعض عم ذاك كان ضابطها كان ما يخلي مخدرات كان يعني يعدم بيها كان طب ذا الانفرادي كل عدمها صدام حسين قالت شني باي شنو بوية التحزاب سارق مجرم نعم شكرا شكرا لك ابو علي لمشاركتك ببرنامج صوتكم. احمد من بغداد حياك الله يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذي العزيز المحترم هاي الارقام اللي عرضتها انت وهي موجوده طبعا اكيد نعم وهاي الارقام طبعا اكو مسؤوليه انسانيه على منظمه الامم المتحده ان تتخذها زين إذا هي جادة بالأمر هذا. وبالنسبة لهاي الأرقام أرقام مخيفة وأعداد مخيفة أستاذي أرقام مخيفة جدا يعني وتنذر بالخطر الشديد القادم. وهو إحنا نريد نعرف الخطر حتى الناس تعرفه. تسمح لي أستدرج بكلامي أستاذ العزيز. نعم. هاي الأرقام أرقام مخيفة لأن هاي أرقام أعداد كبيرة جدا يعني ما موجودة على أي بقعة من بقع الأرض. وندلت فدلت على خطر جسيم جدا نعم والنتائج وخيمة جدا أستاذ. بس أكو سؤال يطرح نفسه إذا اسمح لي يعني نعم هل هاي الأرقام إجت من فراغ مثلا إحنا جتنا مثلا ظاهرة كونية ودمرت هذا الإنسان؟ هل إجانا بركان مثلا ودمر هاي العوائل؟ هل إجانا فد عمل يعني طبيعي لو إجا عمل ممنهج هذا الشيء؟
يعني سؤال هم يطرح نفسه أستاذ العزيز. هو هذا السؤال اللي طرحناه يعني في بداية الحلقة أخ أحمد، أنه هاي الأرقام اللي صارت شنو سببها؟ هل سببها الاحتلال؟ هل سببها دخول؟ ما كان نعم. لا أنا ما كان قصدي أستاذ، تسمح لي مداخلة، أشكرك جدا. نعم. أنا قصدي إحنا ما نريد السبب يعني المسبب، لا إحنا ما نريد المسبب مبين أستاذ. إحنا القصد شنو هاي الأعداد؟ تفضل أستاذ. تفضل أسمعك. هاي الأعداد والأرقام أعداد وأرقام مخيفة جدا. نعم. واللي يعني اليوم إحنا تدري سنة 2021 سنة لغة الأرقام والأعداد. نعم. السبب احنا نسأل يعني خلينا نكون على مستوى طبيعتنا، احنا نقول هل هي ظاهرة طبيعية مثلا ظاهرة اجتماعية، ظاهرة اقتصادية؟ اذا ما موجود هاي الامور كليته، اذا اكو عمل ممنهج، احنا خلينا نجي على العمل الممنهج اللي وصل هاي العالم لهاي الامور حتى تطلع النتيجة بهاي الارقام. اما المسبب هو مبين استاذ العزيز، يعني ماكو شيء مخفي، المسبب مبين يعني للأسباب اللي وصلت المجتمع لهاي الأرقام، يعني ما شيء مو مخفي أظن، يعني هذا رأيي، يعني ما أعرف أنت شنو رأيك، يعني مبين. نعم هي مراد نعم. بس هل هذا الأرقام والأعداد اللي موجودة حاليا يعني الأناس هم يعني غافلين عن هالأمور؟ يعني عندنا فد شيء إنساني يعني نسأله للمنظمة الأمم المتحدة أو القائمين على هاي الدولة، يعني إنسانيا هاي الأرقام من يسمعون بها، هو مو شرط إلا أنت تذكرنا يا أستاذ، ترى هي موجودة وطبيعية يعني، ويمكن أجزم لك أكثر من هاي الأرقام يعني. نعم. لأن أكو أرقام مخفية حتى على الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان. نعم. شكرا لك أخ أحمد. أخ أحمد وجه أسئلة من خلال كلمته حول أن هاي الأرقام اللي ذكرت في بداية البرنامج عن تقرير مفوضية حقوق الإنسان عن وجود 5 مليون يتيم، 1 مليون طفل في مجال العمل، 8,000 مفقود. أيضا يعني أكو أرقام بالتقرير ذكرت أنا ما قدرت أكملها، أنه بالعراق بحاجة إلى أكثر من 8,000 مدرسة، أنه العراق بحاجة إلى أكثر من 8,000 إلى أكثر من 2,000 مركز تأهيل لتأهيل الأطفال اللي عانوا من نتائج الحرب أو قاسوا من آلام الحروب، وآلام الحروب كثيرة ومنها عوامل نفسية كبيرة. لكن اليوم العراق في أرقام مهولة، احنا نريد نعرف واقع هؤلاء الأيتام والأطفال في العراق المأساوي شنو، ومستقبلهم شنو، وما هو السبب، وشنو النتائج والحلول لها. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أفل. عليك السلام والرحمة والإكرام. طبعا المسبب بهاي الأعداد اللي هي طبعا خطيرة جدا هو الحكومة العراقية، هي وميليشياتها، ووقعت الأهالي والناس والأيتام وقعوا بين مطرقتين، مطرقة الإرهاب داعش اللي صنعته أمريكا وإيران، وإرهاب الميليشيات الحشد. يعني هذول يقتلون وذول يقتلون، وإحنا لا ننسى الطائفية اللي كان قائدها مقتدى الصدر، بالطائفية بعد الغزو وبعد الاحتلال مقتدى الصدر وقيس الخزعلي قتلهم آلاف مؤلفة من الأبرياء والأبرياء السنة، فكل ذولي هم مشتركين، والحكومة لحد الآن ما أعطت تقرير حقيقي على أسباب والمعالجة شنو، يعني شو راح نسوي ذولي الأيتام؟ كلهم أغلبيتهم عايشين بالمخيمات، واللي يبيعون تركم المدارس، وماكو رعاية اجتماعية، والوزارة الحقوق ما تتابعهم، ولا لهم أي معونات، ولا كأنهم عراقيين، ولا كأنهم لهم جزء من هذا النفط اللي جاي يسرقونه. يعني فالحكومة هي السبب الرئيسي بكل هاي المأساة اللي احنا جايين نمر بيها، وبالذات الأيتام اللي لا راحهم دراسة ولا دخلهم مدارس ولا تعلمهم، لأن الظروف المعيشية مثل محافظة الموصل اللي أنقاض لحد الآن تحت الجثث تحت الأنقاض، يعني الحكومة هي سبب رئيسي بهاي سوتها بالموصل من دمار شامل وتدمير البنية التحتية.
فالحكومة شنو ايش راح تسوي ذولي؟ ما راح تسوي، بالعكس راح تزيد هاي الاعداد. الميليشيات مستمرة بقتل الابرياء، الارهاب والمفخخات وغيرها سواء داعش او الحشد اللي يسووها، مستمر هاي الاعداد بتفاعل. لكن لا الامم المتحدة بتقاريرها الصادقة وشنو اللي سوت لهم اياه؟ يعني ايش راح من ترفع الامم المتحدة تقرير وتقول هيك وهيك؟ شنو راح تسوي للتامة؟ ما راح تقدم لهم اي شيء، مجرد ارقام تذكرها وفقط. لا هي راح تساعدهم ولا راح ترفع قضاياهم ان اباهم بسبب من قتلهم، بسبب الارهاب وبسبب الميليشيات وبسبب الظروف الصعبه اللي عشناها، ظروف الاحتلال. الامريكان هم قتلهم ما قتلهم من العراقيين، القتل العشوائي مالتهم، والمن ينضربون يتفجر عليهم رتل عبوة او غيره، يرمون رمي عشوائي، وهواي ناس خسرت يعني ابنائهم، وتالي هشوف هاي الاعداد جاي تصعد تصاعد بسبب كل اللي موجود. هاي الحروب اللي يقودوها مع الاسف اللي يقودوها الاحزاب اللي هي تقول لك احنا احزاب سياسيه، اي احزاب سياسيه وانتم عندكم ميليشيات جاي تقتل بالابرياء سواء السنه او الشيعه. يعني شفنا احنا هسه الميليشيات حتى الناشطين السياسيين من ثوار تشرين قتلتهم ويتمت اطفالهم، فهاي عجله الموت مستمره يقودوها حزب الدعوه والاحزاب المشتركه ومقتدى الصدر واللجان التنسيقيه، همهم الكراسي وهمهم بس المناصب في سبيل شلون يسرقون ويحافظون على انفسهم. يعني ما عندهم انجاز يذكر لهم. يعني مخيمات موجودة بها آلاف مؤلفة من الأيتام، مخيم الخازر ومخيم حسن شام، يعني آلاف مؤلفة من الأيتام موجودين من جراء القصف العشوائي، جراء الممرات الآمنة اللي طلعت بها الأبرياء وقتلوهم بدر والحزب الله. يعني فمخيم الخازر وحسن شام يمكن بيه 3000 يتيم. هذول سوت لهم الحكومة؟ سوت الأمم المتحدة؟ لا شيء، كل شيء ما سوت، بالعكس الأعداد جاي تصاعد. هاي السجون اللي مليانة أبرياء اللي أب محكوم مؤبد، هذا هم يعتبرون أولاده، صار لهم 11 سنة و 12 سنة عايفهم، هم يعتبرون أيتام. فالحكومة هي تريد تدمر هذا المجتمع العراقي تدمير شامل. نعم، شكرا لك أخ صباح. ضياء من الفلوجة، حياك الله يا ضياء. السلام عليكم سادة أسد، شلون صحتك؟ حياك الله أخوي. حياك الله، تفضل. والله سادة اليوم موضوعكم علي تام غير البرنامج اللي قلناه سادة أسد. والله سادة ايش تحكي؟ هي بس تام بس مجادي. نعم. زين أخ ضياء، يعني الأيتام شنو سببها؟ يعني مو الأيتام شنو سببها؟ احنا نعرف انه اليتيم هو من يفقد والديه الأب والأم، لكن نعم سبب كثرة عدد الأيتام اليوم بالعراق اللي وصلوا إلى 5% أو خمس أيتام العالم. نعم. انقطع الاتصال يا الأخ ضياء من الفلوجة. أبو آدم من الديوانية، حياك الله يا أبو آدم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونكم أستاذ العزيز؟ إن شاء الله. حياك الله أخوي العزيز، تفضل. بالنسبة للأيتام اللي موجودة بالعراق. نعم. بالنسبة للأيتام اللي موجودة بالعراق، أولا الأيتام والعراق بالنسبة للعراق، أكو شاعر يقول إن الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. الآن الشعب العراقي بعد نائم، لكنه إن شاء الله أكو صحوة ضمير في يوم ما، أكو صحوة ضمير إن شاء الله في يوم ما، لابد وأن القيد ينكسر. هاي بالنسبة للأيتام، والأيتام هم أيتام الشعب العراقي، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يوصل صوت لأي مسؤول ويراعي هاي الشريحة من المجتمع من المساكين والفقراء والأيتام. أما بالنسبة للولد اللي يتصل من الفلوجة اللي يقول على أثرها الحشد وعلى أثرها داعش وعلى أثرها كذا، احنا نقول له يا ابن الفلوجة يا اخونا العزيز،
الغالي بعد عيونه نروح لك بدوة احنا، لكنه لولا الحشد ما كنت قاعد ببيتك انت الان نسولف. لولا الحشد ابو ادم، ابو ادم اقسم بالله ابو ادم بس من رخصتك اخوي العزيز، 80% من البنية التحتية الى محافظة الانبار ومحافظة الموصل مهدمة، فانت عندك 80% من اهالي الانبار ونينوى يعني امور بيوتهم مهدمة وطلعوا ونزحوا برا وعاشوا برا يمك وبغداد وبالبصرة وبكردستان وبسنجار وبغير مكان، لانه صارت حرب استخدموا بها طريقة الارض المحروقة التي لا تستخدم مع المدن. بس مو معناتها الحشد اللي فلش هذا الشيء. لا عد منه يا اخوي العزيز، يعني انا دا اسالك سؤال، لا 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 سياسه لا لا لا. الارض المحروقه من استخدمها؟ لولا الحشد استاذ العزيز، لولا الحشد انت ما قاعد هنا تسولف، لا انت تسولف ولا انا قاعد بالعراق اسولف. اخوي العزيز انت تقول لي لحظه أبو, ابو 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 احمد عفوا ابو ادم ابو ادم انت قلت نعم. اللي من الفلوجه لولا الحشد ما كان قاعد ببيته، انا دا اجاوبك وما قاعد ببيته، هو مهجر، أهالي جرف الصخر مهجرين. الحشد حرره، الحشد بالنسبة للحشد الحشد زين حرره. أبو آدم سؤال، الحشد أبو آدم نعم، أبو آدم سؤال، أنت بالديوانية تمام؟ نعم. جت دولة الواق واق واحتلت الديوانية تمام؟ نعم. أخويا نعم. وإجا الجيش العراقي وحررك من دولة الواق واق نعم، وإجا الجيش العراقي وطردك من الديوانية نعم، هل تعتبر أنه هذا تحرير؟ تمشي بك متسول بالموصل؟ لا عدل من أجيبها أخويا، مو هما هما نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة وجرف الصخر بابل والراجدية والطارمية وقرى الإمام والمقدادية بديالة، ذولا كلهم تهجروا بهاي السبب، يعني هما قالوا نقاشنا يسمع كل العراقيين. لا ابو زين اوكي اعتذر منك، اعتذر منك واناقشك بغير طريقه. ابو ادم اريد اسالك سؤال، تفضل. بس بالموصل التقارير الرسميه لما كانت تنظيم الدوله الارهابي مسيطر على بس الموصل، ما له علاقه بباقي المناطق، بس الموصل قالوا بها 2000 ارهابي صح؟ التقارير الرسمية تقول الميليشيات والجيش العراقي كتل 40,000 واحد. عمي أنا من عندي 3,000 طرح، ذولا خمسة، الخمسة والثلاثين الفوقهم ذولا شنو؟ يا هاي جسأل عليهم أهل الموصل، مو جسألني أنا ابن الجنوب. لا أنا دا أسألك إلك أخوي العزيز. لا 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 اسأل أنت، لما اسمح لك أنا حاسس، اسمح لي أستاذ العزيز. نعم. اسمح لي، إحنا لو نحسب الموصل شلون سقطت؟ لو نرجع للواقع الموصل شلون سقطت؟ سقطت لانه الجيش العراقي انهزم، لانه جتهم اوامر يلبسون دشاديش وسقطوا وانهزموا وعافوا سلاحهم ودباباتهم ومدافعهم ومقاومات الطائرات مالتهم، واجى تنظيم ارهابي اخذهن وقام يضرب بهن. خل اجاوبك الموصل شلون سقطت؟ الموصل فيها فرقتين مدرعه متجحفله، انا وياك احكي رجل عسكري. نعم. عرفت؟ انا ضابط من الجيش العراقي السابق. نعم. للعلم يعني بها فرقتين متجحفلة، الفرقتين المتجحفلة تضم أكثر من 40,000 مقاتل بين مدفعية، بين كتائب مدفعية وبين كتائب مدرعات. يعني أنت تريد تقول لي أنه من سقطة الموصل ذول 35,000 من الفرقتين المدرعة؟ من رجع كرامتها. لا لا أبو آدم حتى نفتهم، أنا مدى قاطعك، يعني انت اللي هسه تريد تقوله احنا الحشد اللي رجعناه. اخويا ابو ادم بس من رخصتك وحده وحده علي حتى نفتهم. لا احنا لا احنا اللي رجعناه ال 35,000 اللي فوق ال 5,000 اللي اعطيتك اياهم ذولا من من الفرقتين المدرعه. اعطيني مجال انا دا اسالك سؤال اخويا العزيز، دا اسالك سؤال اريدك تجاوبني عليه حتى الناس تفتهم. المعركه الميدانيه، المعركه بالمدن مو مثل الصحراء. بس ابو ادم على كيفك يا ابو ادم نعم، انت تقول لي اعطيني مجال، انا اريدك تعطيني مجال. هسه اريد اسالك سؤال، انا افتهم من كلامك انه ال 35,000 اللي ماتوا بالموصل دول من الفرقتين المدرعه؟ شنو ال 35؟ منين؟ انا قلت لك بس بالموصل بعمليات التحرير انكتلوا 40,000. الدواعش جد الدواعش اللي دخلوا للموصل عندك حبيب قلبي، حبيب قلبي ابو ادم، التقارير الرسميه تقول 2000 واحد. اي
بس بالموصل انقتلوا 40,000 واحد. 40,000 واحد قتلهم داعش، ما قتلهم العشد. أبو آدم، أبو آدم حبيب قلبي، إذا أمكن راسي. إذا أمكن تتابع الفيديوهات على اليوتيوب من 2014 لل 2018 وتتابع الأرقام اللي صارت وعمليات القتل اللي صارت وراها، راح تشوف شو وقت انقتلوا ال 40,000. أخوي العزيز، أخوي العزيز، التقارير الرسمية، بس اعطيني مجال أبو آدم. هسه أبو آدم أنت اعطيني مجال، أنت اعطيني مجال. إحنا راح ندخل بيمن، راح ندخل بيمن، راح ندخل بيمن بشغلة ثانية. إيش كذا قتلوا بسبايكر؟ كم مقاتل قتل بسبايكر؟ منو قتل سبايكر؟ داعش لو علي لو أنت؟ اسأل المالكي. 3000 مقاتل أو بسبايكر، بين ضابط، بين ضابط عادة الدولة إنه يصير طيار، وبين مقاتل وبين ولد الخايبات. زين 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 زين، أوقف أوقف أوقف. جيت على سبايكر أبو آدم، أبو آدم، أوكي أوكي أوكي، أتفق وياك. جيت على سبايكر، منو قتلهم سبايكر؟ منو قتلهم؟ جاوبني جاوبني. هسه انا دا اسالك، انت انت تعرف اكثر مني، منو قتلهم؟ ما اعرفهم، هو خلي يسال نفسه بالرمادي. ها؟ منو قتل جماعه سبايكر؟ منو قتل جماعه سبايكر؟ بس دا انا دا اسالك، انت خبير عسكري وتعرف اكثر مني، منو؟ منو قتلها؟ منو قتلهم؟ انا دا اسال منو قتلهم؟ هو مو يقول، يقول الحشد، الحشد قتل، قتل هالقد؟ هاي التسول من وراء الحشد؟ لا بالعكس، الحشد، الحشد عاد كرامة العراق. زين أبو آدم، لولا الحشد. أبو آدم، أبو آدم، بس أوقف بلا هال، بس أوقف بلا العياط هذا، بس خلنا نتفاهم يا أخوي، بس خلنا نتفاهم. أرد أسألك سؤال، 3800 وكسر انقتلوا بسبايكر صح؟ نعم. زين ترضاها أكو فيديوهات موجودة على اليوتيوب ولا تقول لي لا؟ قرى بأكملها انبادت ويطلعون اللي ديبيدون بيهم، والأعلام والكتابات اللي على أيديهم تابعين للسراية وتابعين الغير مكان، يقولون هاي ثار سبايكر. الأهالي اللي موجودين هناك شعليهم. أستاذ العزيز، أنا دخلت معركة، ومن دخلت، اسمح لي، ومن دخلت معركة، المعركة ميدانية والمعركة مصيرية، والمعركة مصير بلد، فأني ما أقدر أفرق بين هذا داعشي وبين ذاك كذا. ها يعني لما تصير حرب بمدينة طب مرض المدني؟ لا 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 لا، مو لا، مو هسه هيك أفهم من كلامك. لا 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 لا، فيديوهات الجند العراقي والمقاتل اللي بالحشد، المقاتل اللي بالحشد واللي بسرايا السلام واللي غير سرايا. أنا أشكرك أبو آدم، أشكرك، وصلتنا للنقطة اللي إحنا نريدها. بما أنه وصلنا إلى هاي النقطة، إذا أبو آدم يقول أنا شاركت بعد المعارك وهو ضابط عسكري، ويقول إحنا لما ندخل في معركة، ندخل في معركة ميدانية داخل المدن، ما نقدر نفرق ما بين المدني وما بين الإرهابي والداعشي والعسكري والعدو، فهذا ينقتل بهذا واثنيناتهم سوا ينقتلون لأنه ما نقدر نفرق. بس أنا أرد أسأل سؤال، بما أنه الشعب العراقي أغلبه يعني أكو عندهم خلفية عسكرية، أغلب الشعب العراقي، حرب المدن تختلف عن حرب المفتوحة إيه؟ بس أنا اللي أعرفه واللي قاري أنه حرب المدن لها خطط، بحيث أنت أكو جيوب معينة تعرفها وعندك استخبارات تعرف أنه هذا الجيب تابع إلى جهة إرهابية، تروح تسيطر عليها من أربع جهات بحيث أنه ما حد يقدر ينهزم عنده، تقضي على هذا الوكر، والداير مدايرة ما له علاقة، هذا اللي نعرفه. فهل كلام أبو آدم أنه في الحروب الميدانية والمعارك الميدانية داخل المدن المدني يقتل لأنه العسكري ما يعرف المدني من العدو صحيح؟ أتمنى تجاوبوني عليه إخواني الأعزاء. أبو أحمد من بغداد، حياك الله يا أبو أحمد. أبو أحمد، أبو أحمد انقطع، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه، وأتمنى من الأخوة المتصلين يعني يعفون قضية أنه دافعنا عنكم ودافعنا عن أعراضكم ودافعنا عن بيوتكم، لأنه إحنا كنا عراقيين، كنا من شمال للجنوب، يعني من المفترض أنه إذا احتلت محافظة عراقية بشمال العراق أول مدينة تدافع عن هاي المحافظة هي جنوب، الآخر محافظة بالجنوب، وإذا احتلت محافظة عراقية بالجنوب أول مدينة تدافع عنها اللي هي بالشمال، لأنه إحنا كنا أخوة، وإحنا ما ندافع عن واحد، إحنا ندافع عن بلدنا. أبو عبد الله من الكوت، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
تفضل ابو عبد الله. شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. على مود عيون انت على راسي ناس رافدين. سلم راسك. على مود هذا البرنامج والاخ اللي من الحشيد اللي يدعي نفسه من الحشد ومحرر العراق يرحمه لأهلك، هذا وين هذا بيام بيا عقل يشتغل على اساس على اساس متفضلين على الناس حرروا العالم وهي ايران تلعب على الخطين، خط منا تدعم داعش وخط منا تذبح بالعراقيين، مو لو لا لي اكو واحد ما يعرفها وجاي يطلع لي وطنيات يطلع يبرز عضلاته على الواديم هو محرر العراق. ليش هو من دعمه؟ داعش من جابه للعراق؟ تسمعني؟ نعم. داعش من جابه للعراق؟ انا جبته انت جبته غير اتفاقيه وجابوا داعش ودخلوا داعش وذبحوا الواديم وبعدين ابو عبد الله كلامك على راسي، كلامك على راسي، بس انا السؤال اللي ينطرح بهاي القضيه هو مو موضوع حلقتي، مو موضوع حلقتي تنظيم ارهابي طب للعراق وشلون طب، لكن السؤال اللي ينطرح بهاي القضيه والمفروض العراقيين يفكرون به هو مو كانت اكو فرق عسكريه بالانبار وبصلاح الدين وبنينوى، ومو كانت اكو فرق عسكريه ايضا؟ احنا ليش نروح بعيد؟ مو علقوا علمهم على قلعه اربيل، هاي ليش ما يفكرون بيها؟ زين هذول الجيش وين؟ واجبهم حمايه ارض العراق وين؟ على راسي هو اللي كان خارج البلد انت ما علمن لما اجى منك وصار حاكم علي انت، هو لما كان بغير بلد يعني هل معقوله انتماء للعراق انت تعقلها؟ ابو عبد الله يعني هاي اعذرني العراق. اعذرني هاي النظريه هم خاطئه، لان اكو هوايه ثوار عالميين على مدى التاريخ هم عاشوا في دول المهجر نتيجه ظلم احدى الحكومات، بس ظل ولائهم وحبهم ووطنيتهم الى بلدهم، لكن انت قصدك انه هؤلاء مقاتلوا ويا ايران ضد العراق. السعد العزيز صار لهم 18 سنة على هالوضعية هذه، يعني 18 سنة معقولة من دولة نعتبرهم ثوار؟ صحيح اكو ثوار على راسي آمنت بالله، بس اذا صار لهم 18 سنة من في دول عيونك الله يقول حدث العاقل بما لا يليق. مو ابو عبد الله يعني انا ليش من جاوبتك انا مو انه ارد اعترض عليك لا والله، بس اكو شريحة كبيرة من العراقيين اللي عايشين حاليا في دول المهجر اللي طلعوا نتيجة الظلم وطلعوا لانه ما يقدرون يعيشون وطلعوا لانه بس يطبون يعني امورهم صعبة تكون فانهزموا، فلما انهزموا بالخارج ظلت قلوبهم ويا العراق، هذا اللي دا اقصده انا، بس انا فاهم قصدك انت تقصد ذول السياسيين اللي جو يحكمون البلد من 2003 لليوم. استاذ العزيز نعم. شك واحد عنده انتماء البلد وما يخلونه يشتغل بالبلد ولا يخلونه يعيش بالبلد. ما. شك واحد شريف لو يقتلونه ببلده لو يشرد يخلص على حياته. نعم نعم. واحدة من اثنين اذا طب البلد الشريف اذا طب البلد يقتلونه ويقول لك على حياتي اخلص على حياتي. نعم. ما عندي غيرها. نعم. فما عندهم انتماء البلد، انت عندهم انتماء للدولة اللي كانوا يسكنون بيها لافين بيها، ما دام ولاهم للعلي خامنئي وامريكا هاي سالفة، دولة ما يسوون خير البلد. نعم شكرا. أيوة. شكرا لك ابو عبد الله. ابو احمد من بغداد رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا ابو احمد. حيا ودوم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة اخوي. احييك احيي الكادر قناة الرافدين. حياك الله اخوي على راسي. الله يسلمك. بال 91 لما صارت الحرب العراقية ويا امريكا. نعم. حرب الخليج مال 91. نعم. هم كانوا يخططون من ذاك الوقت لاحتلال العراق وتدمير العراق. نعم. فتكالبت عليها اكثر من 33 دولة. نعم. وصلوا لحد
وصلوا لحد الخط 36 وبعدين سحبوا الامريكان وخلوه لمده 10 سنوات خططوا لهم من جديد وجابوا الاحتلال. ليش؟ لان اذا احتلوا العراق يقسمون شلون يقسمون الكيكه على 33 دوله. نعم. فصار بين امريكا وبريطانيا الاحتلال العراق وايران. نعم. فهاي العمليه السياسيه برمتها كانت هي بالخارج كان يدرسون بيهم لازم يوميا يقتلون اكثر من 100 عراقي. وموقعين عليه كتب ومستندات ووثائق. نعم نعم نعم. انا اعتذر منك ابو احمد، كلامك على العين والراس، لكن الوقت راح يدركني وعندي بعض رسائل واتساب اريد اقراها. شكرا جزيلا لك. رسالة وصلتني تقول: أتمنى تقرون ما كتبه طالب الشطراوي عن حالنا اليوم. يقول: سيظل اسمنا الإسلاميون مهما كان منهجنا وفعلنا، وستظلون تحت حكمنا وسلطتنا. نتصرف بكم تصرف السيد بالعبد. نحن لم نجد شعبا عام 2003، بل نحن صنعنا هذا الشعب. أكو قواعد جديدة للحكم غير مألوفة وهي بيدنا. فكروا قليلا، منذ 15 عاما هل هناك موظف أو جندي أو شرطي أو ضابط أو كناس تعين دون تزكية منا؟ لن تزيحونا أبدا. والله كلامه واقعي طبعا، لأنه مو لأنه منطق بس لأنه أكو فساد، فهم سيطرة على هذا الأمر. رسالة أخرى: السلام عليكم، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. رسالة أخرى: أخي مقدم البرنامج السلام عليكم، تحية طيبة، خبر عاجل ومهم جدا. الكاظم يقول: قوات التحالف ستغادر خلال أيام العراق. وأنت مصدق؟ قبل قالوها هواية. السلام عليكم يا أفضل قناة عربية. من كان العراق يحارب إيران يضوجون ويروجون يوميا العراق داخل حرب. الآن صار العراق يحارب من 2003 لحد الآن وما يروجون ويدعون البطولة والتحرير لأنهم يقاتلون بغطاء إيران. مشاهدينا الكرام، واقع العراق بمآسي كثيرة، واحدة من مآسي العراق أنه عندنا 5 مليون يتيم، هم 5% من أيتام العراق، دول 5 مليون باليتيم بالعالم. تخيلوا بالمستقبل عندنا 5 مليون ما يعرفون أبهاتهم، ما يعرفون حياتهم، ما يعرفون يقرون يكتبون، ما يعرفون شيء بالحياة، ما يعرفون شيء أبدا، وهم أميين. فكيف راح يكون واقع العراق بالمستقبل؟ لكم التصور. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بهالمكان إن شاء الله. باكر في أمان الله.